على زينب، على عمتي. هو ده اللي سرق عمي، كان عاوز يدخلك السجن. شوف ايه اللي يرضيك يا زينب. شوف ايه اللي يرضيك واعملي ايه. خدي حقك منه وحق عمي وشق عمره. انا وحسن دلوقتي يد واحده زي ما وعدتك يا زينب. روان عمره ما قال اي كلام عشان يضحك بيه على زينب. انا كل كلمه قلتها لك كانت طالعه من قلبي وصدق فيها. احنا ظهرك يا زينب ويدك اللي تاخدي بيها حقك. امشي اطلع برا. خليه يمشي يا حسن. انا حقي هاخده منه بالقانون. كفايه ان انا عرفت انه ليا ولاد عمي واقفين في ظهري وجنبي. وكفايه ان ولادي لما يكبروا هيعرفوا انه ليهم عم كان سند ليا وسند ليهم كمان. أنا مش عاوزة منه فلوس ولا عاوزة منه أي حق، وحقي عند ربنا. أنت ومروان يا حسن، أنتوا ورثي، أنتوا العمارة اللي بناها عمي والأرض اللي سابها أبويا. حسن أنا عاوزة أطلب منك طلب. أؤمري. عاوزك تاخد بالك مرتين وتنسى اللي فات. مين قال لك إني ما نسيتش؟ أيوة كده، البيت الكبير ما اتحركش، البيت الكبير لسه جدرانه عالية طول ما حسكم في الدنيا. يلا بينا. على فين؟ مش قالت لك سيبه؟ لا، ده كلام حريم، إنما كلام الرجالة حاجة تانية خالص. يا قلة الحيلة يا رب، أعمل إيه؟ أمشي من البلد؟ طب أروح فين؟ حسن عنده حق، موت أحسن لعبد الحكيم. أيوه، على الأقل لما أموت هتنسي. سامرة حرام عليك نفسك يا بنت الناس، روحي دي مش ملكك يا مفيدك. بسم الله ما شاء الله باشا، أنا مش مصدق إنك ماشي على رجلك. حصل إمتى ده يا باشا؟ ألف حمد لله على السلامة. بقى يا صوفة يا كلب يا بلدي، بتفك لي أنا يا أطفى رمل العربية؟ عايزني أموت يلا؟ لا يا باشا مش أنا والله العظيم، دي ست ريما هي اللي طلبت إن أنا أعمل كده. يعني أنت عشان تخلع منها وما تموتش بتتهم أسيادك ياض؟ لا يا باشا، لا يا باشا حضرتك فاهم غلط، والله العظيم ست ريما هي اللي طلبت إن أنا أعمل كده. وبعدين عايز أقول لك على حاجة عشان تعرف إنها ست ريما، ست ريما هي اللي قتلت أبوك. اه والله العظيم، ولو عايزني اروح اقتلها لك دلوقتي سامي قتلته، اقتلها لك يا باشا، دي ما تستاهلش تعيش. صح ياض، ما تستاهلش تعيش. منك عسل يا باشا. طب انا اعمل ايه معاك دلوقتي يا صوفة؟ ريم فعلا شريره وانا مصدقك.
انت فين يا بنتي؟ رحت لسينا. انسي سينا خالص، انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. انت هتسافري بيروت. ليه؟ هقول لك، هتروحي بيروت وبعد كده تقطعي تيكت لقبرص، واول ما توصلي قبرص هديكي رقم تليفون تكلمي الراجل اللي فيه وتقابليه وهتقولي له اللي انا عايزه اقول لك عليه بالظبط من غير ولا كلمه. طب ما تسافريش انت ليه؟ ما ينفعش، عادل عمره ما هيرضى. يعني ايه مش هيرضى؟ بصي انا هقول ان انت تعبانه ومتضايقه ومحتاجه تغيري جو وهتطلعي على قبرص، فاهمه؟ ماشي فاهمه، انا هطلع. اوكي. افتحي الباب على اخر حبيبتي عشان اعرف ادخل. اتفضلي روحي اتفضلي. كنت فين؟ زهقت من القعده على الكرسي الزفت ده، قلت اطلع اتمشى شويه اشم هوا بجد جديد. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي نسافر نطلع لبنان ومن لبنان على قبرص. بجد حاسس انها زهقت، وحاسس كمان ان لبنى مخنوقه ومحتاجه تغير جو. ناخدها معانا تسافر هتشم هوا وتغير جو هي كمان. اه طبعا، وماله؟ عايزه تقولي حاجه؟ حاسه ان انا مرتاحه قوي، انا مش خايفه ولا قلقانه حتى على نوح، واول مره احس انه عقلي صافي وما فيهوش اي حاجه مضايقاني. انا عاوزه انام. عارفه ليه؟ ليه يا قلبي؟ عشان حاسه بالامان، وعارفه ومتاكده انه في اتنين ورايا ممكن يهدوا الدنيا دي كلها عشاني. انا اول مره يا عمتي بحس ان انا مش خايفه ولا قلقانه في البيت الكبير. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نخبز. نخبز وماله؟ الكعك. كعك؟ ايوه يا عمتي. يا بت ده لسه بدري، هو العيد جرب. يا عمتي احنا في ايام احلى من العيد. اقول لك، احنا نكلم كريمه وجبريه يجوا يخبزوا معانا. انت عارفه جبريه دي عليها كعك كانت البلد كلها تحكي وتضحك عليها. هي فين؟ تلاقيها مع شمس. احنا نسينا نسال على شمس وفتحي عاملين ايه؟ اقول لك، انا هروح اطل عليهم وانت تعالي حضري الحاجه. يلا بينا. يا ليله العيد انستينا. على مهلك يا فتحي، واحده واحده بالراحه بالراحه. ايوه بالراحه، على مهل على مهل. تعال تعال استريح في الاوضه دي. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا انا عايز اشرب شاي. روح اعملي شاي. حاضر. تعال تعال يا فتحي، تعال. روح على مهلك.